مستمعينا السلام عليكم واهلا وسهلا، مرحبا بكم. حنا كنتواجدوا في سفينه ميت ستار التابعه لشركه انتي شيبينغ المغربيه 100%. السفينه دابا هي غتقلع من دابا شي شويه، عناصر وافراد الجاليه المغربيه خداو الاماكن ديالهم، الطاقم ديال الاصوات من دابا شويه غادي يتلاقى بهم باش ننقلوا لكم الارتسامات ديالهم، كيفاش دوزوا الطريق، كيفاش الذكريات ديالهم في المملكه المغربيه، كيفاش كيشتغلوا في الخارج، لحظات جميله كنتقاسموها معهم وكنتقاسموها معكم انتم المستمعين الاوفياء ديال راديو اصوات برنامج يوم وجه غني. يلا دابا غنمشيو نستقبلوا افراد وعناصر الجاليه المغربيه. كيفاش دوزتي الطريق اسي محمد؟ دوزتيها مزيان من باريس للميناء الجزيره الخضراء؟ الطريق مزيانه خفيفه، كاين الحراره كاين الكليم كاين القوام، الحمد لله داز بخير وعلى خير. شنو السبب اللي جابك هذا العام المغرب من غير العيد الكبير؟ انا عندي واحد الوليد عنده 89 سنه. تبارك الله، الله يخليها لك. ودابا عما ما شفتهاش وعيانه شويه مريضه، بغيتي تجي تشوفها؟ نشوفها ان شاء الله. صله الرحيم هي شي حاجه زوينه. رضات الوالدين. آمين. جابتك الوالده 100%. ايوا ضروري. وتعيد معها والاحباب والعائله كنشكر هاد المجهودات اللي قمتوا بها الاحزاب الجاليه، وكنشكر المتتبعين وكنشكر كاع الناس اللي قاموا باي مجهود واي يعني اي مشاركه باش يعني يرضيوا الجاليه المغربيه، يعني الشكر التام التام لك.